بسم الله الرحمن الرحيم. ده صب في زنة، هوصل لك الكهرباء اهوت. هو ده العيب اللي فيه، ان شاء الله هنفكه ونحاول نعرف ايه العيب اللي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في مكثفات هات منفجرة، هنغيرها ونشوف ايه اللي بايظ فيه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. المكثف بتاعه هوت 25 فولت 2200، والمكثف التاني هوت 2200. دي الأطراف بس بتاعته هي اللي هي ايه اللي هي طلعت، لكن المكثف اهوت منفجر جوه الصب اهو. دلوقتي بقية المكثف اهوت المفروض دي بقية المكثف المفروض بقى انضف، لان الورق بتاع المكثف كده. احنا هنركب له مكثفين 25 فولت، الفين ومتين مكثفين. يا اما ممكن اركب مكثف واحد بس 4700، لان الاثنين لا مش هينفع. لا هو هيركب مكثفين، معلش انا اسف. هما لو محطوطين على بعض على التوازي، ممكن نركب 4700، لكن هنركب ان شاء الله مكثفين. المكثف الواحد فيهم 2200. هدور على المكثفات وارجع لكم ان شاء الله. انا لقيت اهوت مكثف 35 فولت 2200، المكثف التاني اهوت 35 فولت 2200. هركبهم حجمهم كبير شويه بس ان شاء الله هيشتغل افضل. ركبت المكثفين اهوت، بس معلش بقى المكثفين حجمهم كبير شويه، بس انا بفضل اركب، يعني هو 25 فولت والكهرباء اللي داخلاله 20 فولت من الترانس، يعني الفرق 5 فولت. فانا بفضل اركب يعني ايه، يا ال 35 يا ال 25، بس طالما موجود ال 35 خلاص هيكون افضل ان شاء الله. كده احنا ركبنا الايه المكثفات اهوت، هنجرب كده نشوف اللي هيحصل. لسه برضو في زنة وفي حاجة بتدخل. هنحاول نشوف ايه اللي بيدخن ده. طيب احنا بقى هنعمل ايه، هنقيس الترانزستور بتاع الصوت.
كده انا بقيس التوازن بتاع الصوت، هو بيقيس قياس غريبة شوية بس شكله كده ماشي. هنقيس التاني هنحاول نفك الكارتة خالص ونشوف العيب فين، ايه اللي بيدخل معانا. على فكرة انا بقيس دالة البريدج اهو، دالة البريدج في هنا اربع سلكونات هنا همت، فيهم اتنين شورت. نفس الترانس كده عشان جايز يكون الترانس عامل حاجة، بس هو مش ممكن يكون الترانس هو اللي عامل كده. لا هو برضه في دايت هنا اهوت، في دايت هنا شورت. هنفصل الدايت ده اهوت ونشوف اللي هيحصل. على فكرة احنا ممكن نستعمل الفرشة بدل الشفاط. هنقيس الدايت ده، الدايت اهو بيقيس ايه؟ الدايت بيقيس شورت، وفي اربع سلكونات. هو يفضل ان انا هغير الاربعه كلهم مع بعض افضل، فان شاء الله هغير الاربع دايت دولت ونجرب الجهاز نشوف هعمل ايه. انا جبت اربع دايودات همت، هركبه ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيحصل. المهم انت بتركب تتأكد ان العلامة ماشية صح. هذا الأربعة همت، هذا الثالث، كده ركبنا اربع ايه؟ اربع سلكونات. هنلحم واحد واحد كده. Thank you.
هنتأكد إن اللحامات ماشية صح ولا لأ. كده انا ركبت اربع سلكونات اهو. على فكره طالما لقيت سلكون واحد بس بايظ تالف في الاربع سلكونات، غير الاربعه كلهم هيكون افضل. في طرف اهوت نعيد عليه لحام اهوت بعيد عن ال كده. ان شاء الله هوصل كهربا وبالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا الحام هنا قافل اهو. اتاكد ان مفيش حته زيره وقعت منك غلط، ممكن تقفل لك الدنيا كلها على بعضها. نتاكد تاني. تمام، نوصل الكهرباء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا وصلنا نقطة الكهرباء، مفيش حاجة دخنت، مفيش حاجة سخنت. نركب الجاكيت بتاعت الصوت. نركب السماعة. تمام كده ان شاء الله الصب اشتغل والزنة اتشالت. لاين ان. تمام، شكرا. كده الحمد لله ربنا وفقنا. The Bluetooth device is ready to pair. كده الحمد لله. يبقى احنا كده دلوقتي كان عندنا عطل زنة. انا فتحت الجهاز لقيت فيه المكثفات ضربة. المكثفات اللي كانت طالعة 25 فولت 2200 مايكروفرات، اللي الانام 35 فولت 2200 مايكروفرات. يركبوا ان شاء الله عادي، بس هم حجمهم كبير شوية مش مشكلة. بعد كده لقينا السلكونات الاربعة فيهم واحد تالف. لا، هنغير الاربعه مع بعض، مش هنغير واحد بس. كده الحمد لله الزنه اتشالت وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.